والآن مع كلمة منظمة التعاون الإسلامي يلقيها معالي الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي نائبا عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر المحجلين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزير، معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والسعادة، أيها الجمه الكريم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من بوابة الحرمين الشريفين، حيث منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أنقل إليكم تحياتي معالي سيد حسين طه إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجمع، وتحياتي أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة علماء الأمة ومفكريها أعضاء المجمع وخبراءه ومنسوبيه، ونيابة عنهم جميعا وأصالة نفسي نرفعها شكرا وتقديرا وامتنانا وعرفانا لمقام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر المبارك، ولحكومته الرشيدة، ولشعب مصر العظيم على كرم الضيافة وحفاوة الترحاب. داعين الله جل جلاله أن يديم على أرض الكنانة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، كما نزف تهانينا الخالصة وتمنياتنا الصادقة لمعالي الدكتور أسامة الأزهري على الثقة الغالية التي أولاكم إياها فخامة رئيس الجمهورية بتعيينكم وزيرا للأوقاف، راجين من المولى القدير له التوفيق والسداد ليكون خير خلف لخير سلف. ونجزل الثناء ونعظم الامتنان لأخي وشيخي فضيلة الشيخ العلامة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم وفريقه المتميز على الإعداد الرائع لهذا المؤتمر الذي بات اليوم عنوانا للإتقان والإبداع والمواكبة والشهادة على ما تقدمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من خدمات مثلى وعطاءات كبرى توجيها وتسديدا وترشيدا للموقعين عن رب العالمين، أسأل الله أن يزيدهم توفيقا ورشادا وسدادا. الحضور المبارك، إن مؤتمركم هذا ينعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات مذهلة في الفكر والسلوك، وتغيرات متلاحقة في المفاهيم والمنطلقات، وتقلبات متصاعدة في المواقف والموازين، بل وتحديات محيرة في عالم القيم والأفكار والمبادئ. وفوق كل ذلك، فإنه هذا العالم يعاني صراعا متقدا بين الحق والباطل،
بين النور والظلام، بين الرحمة والقسوة، بين العدل والجور، مما أدى إلى نشوب حروب جهنمية لا رحمة فيها، وانتشار صراعات دموية في أرجاء العالم لا تفتأ تحصد أرواح الأبرياء من النساء والولدان والشيبان، وتقضي على الثمرات والممتلكات، وتطال جهارا نهارا القيم والمبادئ. ولقد أحسنتم صنعا في اختياركم عنوان هذا المؤتمر إبرازا لذلك الدور المرتجى للبناء الأخلاقي في كفكفة تلك الأهوال المفجعة ولملمة تلك الظروف المفزعة، من خلال فتاوى صادقة جامعة واعية منبثقة عن تمسك شديد بالمنظومة الأخلاقية والبناء الأخلاقي. أيها الأحباب، إن صمود الأمة الإسلامية اليوم شعوباً ومجتمعات ودولاً أمام كل ما سبق ذكره من صنوف المآسي والكوارث يكون بالتفاف أبنائها حول أم القيم وعماد التقدم وأساس التحضر، إنها قيمة الأخلاق. أكرم بها قيمة وأعظم بها أساساً للتطور والنهضة والرقي، فهذه القيمة هي النور الذي يستضاء به في ظلمات الظلم والقهر والجور والطغيان، وهي الشعاع الذي يستنار به في خضم الفتن والمحن والابتلاءات والإكراهات، بل هي البلسم الذي يستشفى به عند تكاثر الأوجاع وتعاظم الأدواء، وهي الملاذ الآمن من الإلحاد والجحود والتيه والهوان والخذلان. إنها فوق كل ذلك سبب الانتصارات ومفتاح الإنجازات وأساس الإبداعات والمنقذ من الأوهام والخرافات. اسألوا التاريخ، والتاريخ خير شاهد أن ديننا الحنيف لم ينتشر بسيف ولا برصاص، بل بهذه القمة الفضة الفذة العظيمة التي جعلت الناس في مشارق العر ومغاربها يدخلون في دين الله أفواجا. اسألوا التاريخ، والتاريخ خير شاهد أن الحضارة التي سعدت البشرية في ظلها ذات يوم وانتشر التسامح والتعاون والتضامن والتآزر في أرجائها كانت حضارة انبثقت وقامت على هذه القيمة، قيمة الأخلاق. اسألوا التاريخ، والتاريخ خير شاهد أن الحضارات التي قامت ثم انهارت وظهرت ثم أفلت كان سبب ذلك كله انهيار هذه القيمة وضمورها في أرجائها، لأنها هي الروح التي تغذي الحضارات القوة والمناعة، ويؤدي انهيارها فقدانها تلك القوة والمناعة. إنما الأخلاق روح لجمال لا يروح، أدب الإنسان عطر في الورى دوما يفوح، كل من يزهو بحسن دون أخلاق قبيح، إن من يحيا خلوقا ذاك يا صاحي المليح. أيها الحضور الكريم، إن هذه القيمة الجامعة المانعة باتت اليوم مهددة ومطاردة أكثر من أي وقت مضى، وذكرها في المحافل والمنتديات والمؤتمرات مدعاة إلى تحامل الجائرين وتسلط المتجبرين واشمئزاز الظالمين العابثين بالحقوق والضالعين في الاعتداء على الحرمات والمقدسات. وما أحداث افتتاحية دورة أولمبياد البارحة عنكم ببعيد، إن انهيار هذه القيمة في بنية النظام العالمي المعاصر هو الذي جعل العالم اليوم يتفرج بدم بارد على ما يتعرض له ليلا نهار. أطفال فلسطين
من قتل وتقتيل وتجويع على أيدي صهاينة. نعم، إن هشاشة مكانة هذه القيمة في نفوس المتحكمين في العالم المغلوب على أمره هي التي جعلت العالم اليوم عالم الحر يشاهد بلا إحساس ما تتعرض له حرائر فلسطين من هتك وعدوان. أجل، إن هوان هذه القيمة على المستكبرين في الأرض هو الذي جعل العالم البائس المسكين يتفرج ولا ما يعانيه شيوخ فلسطين من صنوف المحن والإحن والتشريد. بل إن غياب هذه القيمة في وعي صهاينة المعتدين هو الذي جعلهم لا يزالون يتمادون في تفجير المشافي ودور العبادات والجامعات والمدارس وتدمير البنى التحتية والفوقية نهارا جهارا على المرضى والعجزة والمسنين. أيها الجمع الكريم، إن منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعوتها الأمة الإسلامية وعلى رأسها مصر الكنانة، أرض الكنانة، مصر العروبة، مصر القيمة، مصر الإسلام والعالم الحر إلى المصارعة إلى وضع حد للاحتلال البغير والظلم الغاشم الذي تتعرض له فلسطين المحتلة منذ عقود على أيدي حفنة من الصهاينة المتطرفين الذين تجردوا من كل معاني الإنسانية والرحمة والعدل. كما أنها تجدد دعوة الأزهر والمنظمات الإسلامية والعالمية والمؤسسات الدولية إلى التعاون والتضامن من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها القيم والمبادئ في هذا العصر، وذلك من خلال تعزيز قيمة الأخلاق في النفوس الناشئة وتضمين المناهج والمقررات الدراسية القيم والمثل الخالدة والتربية الأجيال على التمسك بها وتمثلها في حياتهم. إن المنظمة إذ تهنئ جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا ممثلة في دار الإفتاء المصرية هذا المؤتمر العاني المبارك، فإنها تدعو مخلصة دور وهيئات الإفتاء في العالم إلى تعزيز الوعي بقيمة الأخلاق بإبراز مكانتها ومركزيتها وأهميتها عند صناعة الفتوى ودورها في النهوض بالأمم وتقديم الشعوب وتحقيق الاستقرار والتطور والتقدم. أيما كان الأمر فإن المنظمة ومعها كل المنظمات الإسلامية والمؤسسات العالمية العادلة واثقة بأن وعد الله آت لا محالة وأن نصره المبين لعباده المؤمنين في أرض الأراضي المباركة في فلسطين قادم لا مناص، وأن الاحتلال والبغي والطغيان زائل قريبا بإذن الله، ويومئذ سيفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الختام، رحمك الله يا أمير الشعراء ويا حكيم البلغاء يا أحمد شوقي، فما أصدق ما قلت وفهت وبحت، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا، وكان جنابهم فيه مهيبا، وللأخلاق أجدر أن تهابا، وإذا الأخلاق كانت سلما نالت النجم يد الملتمس، كذا الناس بالأخلاق يبقى صلاحهم ويذهب عنهم أمرهم حين تذهب، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحضور الكريم، تحقيقاً لسعي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى الارتقاء بالبحث العلمي في مجال العلوم الفقهية والإفتائية وإذكاء روح المنافسة العلمية فيما يخدم العملية الإفتائية في العالم، جاء دور مراسم تسليم جائزة الإمام القرافي، وفاز بها هذا العام سماحة الشيخ حسين كافازوفيتش مفتي البوسنة. وقبل مراسم التسليم ندعو حضراتكم لمشاهدة هذا الفيديو التعريفي لمدة دقيقتين فقط عن سماحة الشيخ كافازوفيتش والمستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي. في قلب البلقان تقع البوسنة والهرسك، حيث يعيش مجتمع مسلم متنوع يمتد عبر التاريخ والثقافات. ومن هذا المجتمع برزت شخصية دينية عظيمة خدمت الإسلام والمسلمين على مدى عقود، الشيخ حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك. ولد في 3 يوليو لعام 1964 في مدينة ينواري. منذ صغره أظهر تفوقاً في الدراسة وشغفاً بالعلوم الإسلامية والشرعية. بدأ الشيخ حسين تعليمه في المعهد الإسلامي في زينيتسا، حيث تخرج عام 1983، وبعدها انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والأزهر الشريف ليحصل على أعلى الدرجات العلمية في الشريعة الإسلامية. عند عودته إلى البوسنة تولى الشيخ حسين منصب مفتي توزلا، حيث عمل بلا كلل على تعزيز القيم الدينية والتعليمية في المجتمع. في عام 2012 تم انتخابه مفتيا عاما للبوسنة والهرسك، ومنذ ذلك الحين وهو يقود الجهود لتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل. الشيخ حسين كافازوفيتش معروف بمشاركاته الفعالة في المؤتمرات الدولية والندوات العلمية، حيث قدم أوراقا بحثية وشارك في حوارات بناءة لتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات. أثرى المكتبة الإسلامية بكتاباته وأبحاثه التي تسعى لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وتعزيزه، ومكافحة التطرف، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف. تكريم الشيخ حسين كافازوفيتش اليوم بجائزة الإمام القرافي من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هو اعتراف بجهوده العظيمة وإسهاماته القيمة في خدمة الإسلام والمسلمين. يبقى الشيخ حسين كافازوفيتش رمزا للإخلاص والتفاني في خدمة الدين والمجتمع، مشجعا الأجيال القادمة على اقتفاء أثره والسير على خطاه في نشر قيم السلام والتعايش. نود أن نؤكد أن هذا الصوت في الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي. والآن ندعو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لمنح جائزة الإمام القرافي لسماحة الشيخ حسين كافازوفيتش مفتي البوسنة. نبارك لسماحة الشيخ حسين كافازوفيتش هذه الجائزة وندعوه لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الأستاذ دكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، معالي أستاذ دكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري
وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، حضرات السادة الممثلي أزهر الشريف المحترمين، السادة الفضلاء العلماء الأعزاء من عالم الإسلام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعبر لكم جميعاً عن عميق احترامي وبالغ سعادتي باجتماعنا هنا في القاهرة في مصر الأريقة، وأخص بتحية الشعب المصري العظيم بقيادته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحيي علماء هذا البلد العظيم وفي مقدمتهم شيخ الأزهر أحمد طيب ومفتي شفقي علام. إن تطور التكنولوجيا والتغيرات المناخية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة والكفاح من أجل أسواق جديدة والحروب وغيرها ما هي إلا تغيرات تؤدي إلى تغيير موازين القوى في العالم. أما مدى انعكاسها على عالمنا فهو من ضخامة ما يفرض علينا أن نكافح لجعل تلك التغيرات مفيدة لنا قدر المستطاع. إن الإيمان في هذا الكفاح سندنا المبثوق ومصدر قوتنا وعزيمتنا. إن قيم الإيمان والخير والأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يقوم عليها الجنس البشري هي مرشدنا الأمين في كل الأزمان، ونحن نخضع لامتحان متواصل حتى نؤكد هذه القيم في تصرفاتنا وفي اتخاذ مواقف الأخلاقية تجاه ما يحيط بنا من أحوال وظواهر. يجب أن يتركز اهتمامنا على احتياجات الإنسان في عصرنا، فالحياة في الأرض صعبة بذاتها، والإيمان هو الوسيلة للتخفيف من وطأتها، وفي هذا أجد الاهتمام والمسؤولية الأكبر بالنسبة لنا جميعا، نحن الذين منحنا الفرصة لإرشاد الآخرين. وإذ نسعى لتحقيق ذلك فلندعو دائما نصب عيوننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. اسمحوا لي وأنا أستلم هذا التقدير أن أشكر القائمين على جائزة الإمام القرافي التي تمنحها الأمانة العامة للدور والهيئات الإفتاء في العالم، ففي منحي إياها شرف عظيم لي. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أقول بضع كلمات عن بلدي. وطني البوسنة والهرسك بلد أوروبي صغير كان على مر الأزمنة والعصور ملتقى لمختلف الأديان والثقافات والتراث، وقبل أكثر من 5 قرون أعنق شعبي البوشنياكي الإسلام وتبنى مع هذا الدين الجديد ثقافة وحضارة عظيمتين، وبنى بهما روح بوسنوية فريدة أصبحت بها البوسنة والهرسك معروفة في أوروبا. إن مسلمي البوسنة والهرسك مشبعين بالحب ومقتدين بسماحة الإسلام وبهجته، بنوا عالما جديدا في قلب أوروبا، عالما أثرى أوروبا وجعلها أكثر تنوعاً، ويعود الفضل الكبير في هذا المسار إلى الناس العاديين والحرفيين والمهرة، وخاصة إلى العلماء الذين كانوا وما زالوا حملة مصباح الإيمان وحرية والمحبة في شعبنا. إنني أقتنب هذه المناسبة ليتقدم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على تأييدها وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد 11 من يوليو من كل عام يوماً عالمياً لتخليد ذكرى ضحايا جريمة إبادة الجماعية في سربنيتسا 1995.
وإن أهمية هذا القرار تزداد بما يرتكب اليوم من جرائم الإبادة الجماعية في غزة أمام أعين العالم كله، وكأن بشرية لم تتعلم شيئاً من مقولة ألا تتكرر أبداً. إن دعوتنا وقلوبنا مع أشقائنا في غزة، وشكرنا نحن وأمهات سربرينسا لمصر على تذكرها لضحايا سربرينسا. وكما بدأت كلمتي فإنني أختمها، نتقدم بخالص عبارات الشكر العميق والصادق لكل من اعترف بجهدنا وجهد مسلمي البوسنة والهرسك من أجل أن نقدم قيم ديننا في أحسن صورة في جزء الذي نعيش فيه من هذا العالم. ومرة أخرى أتوجه بالشكر إلى شعب مصر الذي مكنني من تلقي التعليم في الأزهر الحبيب منذ 40 عاماً، وإنني لا أتطلع إلى تعميق علاقة وزيادة التعاون في الفترة المقبلة بين المؤسسة الإفتائية في البوسنة والهرسك وبين الأمانة العامة للدور والهيئات الإفتاء في العالم. والشكر موصول إلى أستاذ دكتور شوقي علام على هذا التقدير، وأشكركم من أعماق قلبي جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة صاحب الفضيلة الشيخ أرون بومشوم شيخ الإسلام في تايلاند، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني وجودي بين أيديكم في هذا الاجتماع القيم المبارك تلبية لدعوة كريمة من الأخ الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية. ولسنا بحاجة إلى التذكير بما لهذه الدولة المصرية من العالم الإسلامي قديماً وحديثاً من فضل عظيم ودور كبير ورائد في نشر الإسلام وعزته وكرامته وتسامه إلى بقاء الأرض. فالجميع يعترف بما قدمته هذه الدولة لأمة الإسلام من إشعاع النور المحمدي التي أضاءت جميع بلدان العالم. أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم لديكم أن تايلاند دولة غير مسلمة، والمسلمون في تايلاند أقلية، ومع ذلك فإنهم يتمتعون بكل ما يتمتع به غيرهم من حقوق وحرية، ويعيشون مع إخوانهم البوذيين المتسامحين وهم الأغلبية بأمن وسلام. ومن أهم خصائص المجتمع التايلاندي التي تدعم التعايش السلمي
بين أصحاب الديانات المختلفة، وجود الملك الذي يرعى جميع الأديان وهو بوذي الديانة، ووجود الدستور الذي يضمن الحقوق والحرية ويدعم جميع الأديان، وكذلك وجود تاريخ مشترك بين المسلمين والبوذيين في بناء الدولة والدفاع عنها، وربطت بينهم صلة قرابة وصلة أخوية من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر. وبهذه الخصائص الثلاث ساد المجتمع التايلاندي يوم التعايش السلمي بين أصحاب الديانات، وقد نشطت أعمال الدعوة الإسلامية في هذا البلد بدون أي مضايقات، ودخل في دين الله غير قليل من المواطنين البوذيين وغيرهم باستمرار، ولله الحمد. ومن أهم النشاطات الإسلامية التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية في تايلاند نشاط مدرسة شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يطلق عليه الاسم باللغة التايلاندية تشولاراش مونتري، وهو على المناصب الإسلامية في إدارة الشؤون الإسلامية في تايلاند، ويتم تعيينه بالمرسوم الملكي بعد أن تم اختياره من قبل أعضاء المجالس الإسلامية بالمحافظات. وله تاريخ طويل يرجع إلى أكثر من 400 سنة. ومن أهم أعمال شيخ الإسلام كما ينص عليه القانون لإدارة المؤسسات الإسلامية عام 1997 ميلادية تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بشؤون الإسلام والمسلمين، وإصدار الفتاوى الشرعية في المسائل التي قدمت إليه من الأفراد والجماعات والمؤسسات. وكان لشيخ الإسلام دور هام في تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش السلمي والبناء الأخلاقي والحوار بين الأديان، وذلك بإصدار الفتاوى الشرعية في المسائل التي تتعلق بكيفية تعامل المسلمين مع غيرهم في الأعياد والحفلات والمناسبات الملكية ونحوها، وبإنشاء مركز الوسطية للسلام والتنمية للقيام بهذه المهمة. ولأن الفتاوى الصادرة من شيخ الإسلام معترفة رسمية، أرسلت هذه الفتاوى إلى الجهات الحكومية والأهلية في جميع البلاد لتطبيقها والالتزام بها. وكان لهذه الفتاوى أثر ملحوظ لحل النزاعات والخلافات في المجتمع، حيث وجد كل من المسلمين والبوذيين وغيرهم حلاً مناسباً ومخرجاً شرعياً للمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية. ويكون الناس في المجتمع وهم متعدد الثقافات والديانات يعيشون في جو من السعادة والمحبة والألفة والسلام، غير أن الفتوى في كثير من الأحيان قد واجهت صعوبات وتحديات معاصرة، مثل الفتوى في مسألة الزواج المثلي الذي يعترف به قانونيا في الدولة، ومسألة المسكرات وبعض المخدرات والممارسات الجنسية والمعاملات الربوية ونحو ذلك مما أباحه القانون. ومع هذه الصعوبات فأصدر شيخ الإسلام بأن هذه الأشياء محرمة شرعية. ومن هنا
ندرك أهمية الفتوى الشرعي في توجيه حياة المسلمين وكذلك غير المسلمين إلى البناء الأخلاقي وإلى تعزيز السلام والوئام في المجتمع، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر. أخيراً أشكر جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشكر دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وجميع القائمين على المؤتمر، ضارعاً إلى الله أن يثيبهم أحسن الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ندعو معالي الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الفضيلة والنيافة، أيها الجمع الكريم، مرة أخرى يلتئم هذا الجمع المبارك في ضيافة جمهورية مصر العربية، مصر العروبة والقيم، مصر العلم والكنانة والأزهر، مصر النيل والعطاء، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدام الله توفيقه، حللنا ضيوفاً كراماً مكرمين على أراضيها الخصبة بالشيم والقيم والفضائل. فأسجي شكري وثنائي لدار الإفتاء المصرية في عرسها السنوي، وهي التي عودتنا دائماً أن تكون في مستوى الحدث، كما أشكر فضيلة المفتي والجهات واللجان المنظمة لهذا المؤتمر النوعي ولهذا الجمع الطيب من العلماء والخبراء والمفكرين، أقدم شكري. وتجنباً للإطالة والإطناب أيها السادة الكرام، فقد ألفت أطراف ورقتي هذه ضمن أربعة أسئلة كاشفة محددة أرجو أن تفصح عن بعض غايات هذا الملتقى. السؤال الأول: ما هو الدور الضروري للأخلاقيات في فن الفتوى المعاصرة؟ وهو سؤال الشرعية والمشروعية، وذلك أن المستقرية لمعالم الإفتاء في القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أنها لا تنفصل عن الضمير الأخلاقي، ولم يكن لدى علمائنا السابقين أي التباس في هذا، فالشريعة كلها إنما تخلق بمكارم الأخلاق، واستقراء الشريعة أيضا يرشد إلى طلب مكارم الأخلاق بأمور كلية والنهي عن سفاسفها كما قرر العالمان المالكيان الأبياري والشاطبي. فسؤال العلاقة بين الأخلاق والفتوى لم يكن يرد على هذا المحل، لأن وظيفة المؤسسة الإفتائية كما كانت دائما تهدف لترسيخ الأخلاق والفضائل وتعزيز القيم الإنسانية، وهي اليوم بما توفر لها من الدعم والمساندة من حكوماتنا وقياداتنا أكثر قدرة على أداء هذا الدور الأخلاقي، لا سيما أن كثيراً من المستجدات والتطورات بحاجة إلى التكاتف بين الموقف الديني والأخلاقي والقانوني.
سواء في مجال الطب والأسرة أم الاقتصاد والتقنية أم العلاقات الإنسانية كمسائل الاستنساخ والقتل الرحيم والأجنة والحمل خارج الرحم ومسؤولية الروبوتات والأغذية المستنبتة وزراعة الأعضاء غير البشرية في جسم الإنسان وغيرها كثير. فالهدف أعلى وأغلى وأكثر إلحاحاً، وهو أن يكون لدينا سقف أخلاقي تستظل به الفتوى. وهذا يؤدي بنا إلى السؤال الثاني، وهو سؤال الراهنية: ماذا تحمل لنا التطورات المعاصرة من مستجدات وكيف نضبطها؟ أيها السيدات والسادة، إن المقاربة الإفتائية التقليدية تكاد تصبح من الماضي، فآفاق الفتوى أصبحت أرحب ومعاييرها يقتضي السياق الراهن أن تكون أوسع. فنحن اليوم بصفتنا مؤسسات دينية وإفتائية ينبغي أن نجعل من أولوياتنا فهم واقعنا الراهن وتصوره تصوراً حقيقياً، والخروج من أوهام التصورات المغلوطة، والأخذ بوصية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بألا نحجر واسعاً. فالحقائق يصعب إنكارها، وها هي التطورات المتسارعة والذكاء الاصطناعي والاختلاط بين الثقافات والعوالم الرقمية تحيط بنا من كل جانب وتحمل لنا الكثير من الإيجابيات، أقول الإيجابيات وأيضاً الإكراهات، وتجر إلينا كثيراً من الأسئلة الملحة الشرعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية. فلا مناص من الاستثمار في هذا المجال وتطويق سلبياته، وهذا يدعونا إلى استدعاء سؤال الكونية، وهو السؤال الثالث، وهو: أي مستقبل للإنسانية المتجردة من الأخلاقيات في خضم هذه القفزات الصناعية؟ إن جميع الأديان والثقافات والفلسفات تؤكد أن القيم الإنسانية هي المنجأ وهي الملجأ، وهي السد الواقي من المخاطر الذي يحفظ للبشرية إنسانيتها، ولهذا كان تعزيزها في الأساس مقصداً مشتركاً من المقاصد العليا للأديان. فالأخلاقيات والقيم ثوابت لا تتغير، أما الفتوى فتتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والحال كما هو معروف لديكم، والثابت يراعى على كل حال. ومن هنا فإن معيار الأخلاق في الفتوى أضحى متطلباً إنسانياً وكونياً وحضارياً قبل أن يكون دينياً، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بخارطة طريق عملية وبرامج واضحة. وهذا ما تناولته في السؤال الرابع والأخير، وهو سؤال الكيفية، أعني كيف نزود كفاءاتنا ومؤسساتنا الإفتائية بالقدرات الأخلاقية والمؤهلات العلمية التي يواجهون بها التحديات المعاصرة. إن المحدد الأخلاقي من المحددات الرئيسة في الفتوى في المستجدات الراهنة، وقد اعتمده العلماء والخبراء ضمن محددات وثيقة أبو ظبي للمستجدات العلمية الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وإن واجب الوقت هو تأهيل الكفاءات الشرعية وتطوير قدراتها الرقمية والإنسانية معاً، والتشابك الإيجابي مع الواقع، مع التأكيد على ضرورة التعلم المستمر. ونبشركم بأننا في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه ودعم من قيادتنا الرشيدة نتبنى سياسة جادة في ترسيخ الأخلاقيات في جميع المجالات، وعلى رأسها الفتوى الشرعية، ولا سيما في المؤسسات الإفتائية الرسمية التي تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي، وعليها المعول في تحمل هذه الأمانة وأداء هذه الرسالة. في الختام أرجو لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق وأن يحقق أهدافه المرجوة، وأجدد الشكر لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، تجديد الخطاب الديني ودور الفتوى في تعزيز البناء الأخلاقي وتعزيز التوازن بين السيادة الوطنية للدول والالتزام بالأخلاق الإنسانية القويمة أهداف في حاجة إلى أرضية أخلاقية مشتركة بالتعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية.
ومع آخر كلمات الجلسة الافتتاحية ندعو الأستاذة نهال سعد مدير منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بنيويورك لإلقاء كلمتها، فلتتفضل. الكلمة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة مكتوبة على الشاشة أمام حضراتكم، وبالنسبة لضيوف المنصة من خلال أجهزة الهيدفون. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة للدور هيئات الإفتاء في العالم، معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الحضور الكرام، اسمحوا لي أن ألقي كلمتي باللغة الإنجليزية وستكون قصيرة. Eminences, Excellencies, Distinguished Guests. It gives me great honor to be standing here today, not only in my official capacity representing the United Nations. إنه لشرف كبير لي أن أقف هنا اليوم ليس فقط بصفتي الرسمية كممثلة لكيان تابع للأمم المتحدة، ولكن بصفتي الوطنية كمصرية ولدت ونشأت وتعلمت في مصر وتربيت على تقاليدها الثقافية الغنية وقيمها الدينية. لذا أتوجه بالشكر إلى فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا المؤتمر الهام ومنحي هذه الفرصة. شكرا جزيلا. كما يشير عنوان هذا المؤتمر، نحن نعيش في عالم متسارع، بل هو أيضا عالم معقد يموج بالفوضى، بل إنني أرى أن الفوضى العالمية الحالية ليست في صالح أحد. يواجه عالمنا تحديات وجودية، بداية من الصراعات العنيفة والحروب إلى تغير المناخ والفقر والتهديدات النووية. كما تحيط بنا في نفس الوقت جميع المخاطر المرتبطة بالتوظيف غير المنضبط للذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجريد الحقائق من جميع المعاني في عصر يتسم بالتزييف العميق والمعلومات المضللة. هذا بالإضافة إلى أن المجتمعات قد صارت أكثر تفوقاً وانقساماً من أي وقت مضى بسبب عدم المساواة والتمييز وخطاب الكراهية واللغة اللا إنسانية ضد الآخر. علينا أن نعترف أيضا بأن المجتمعات المنقسمة هي مجتمعات ضعيفة، وأن عدم المساواة والتمييز وخطاب الكراهية واللغة اللا إنسانية ضد الآخر. علينا أن نعترف بأن المجتمعات المنقسمة هي مجتمعات ضعيفة، حيث تفسح مجالا لترسيخ السرديات المتطرفة. أصحاب الفضيلة والضيوف الكرام، يشير المشهد العالمي الحالي على أننا قد فقدنا بوصلة الأخلاق. بوصلة الأخلاق حتى خلل عالم من التعاطف وكرامة البشر تتعرض للتقويض، ومن ثم تبرر أهمية دور الحوار. فالحوار يمد الجسور للتواصل، إن تبادل الحوار من شأنه أن يعزز الفهم والاحترام المتبادلين. وبالفعل قد تم تحالف الأمم المتحدة للحضارات على مر السنين منصة عالمية معترفة من بها للحوار بين الأديان والثقافات بهدف سد الفجوات الثقافية وبناء مجتمعات شاملة وسليمة. نحن نفخر بأنفسنا ككيان رائد للأمم المتحدة يوفر منصة عالمية للحوار بين الثقافات والزعماء الدينيين عبر طيف الإيمان. الضيوف الكرام، إن حماية كرامة الإنسان وحياته واجب أخلاقي، الطريق نحو العيش معا بسلام في إطار الإنسانية لابد أن يرتكز على العدالة واحترام حقوق الإنسان. إن تحالف الأمم المتحدة للحضارات ملتزم بتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان كأداة حيوية ضد العزلة وانعدام الثقة والمواجهة.
إننا نطلع بمهمة ذات أهمية خاصة في معالجة الأسباب الجذرية للاستقطاب والتطرف وتوفير السرديات مضادة للعنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام وكراهية المسيحية ومعاداة السامية وغيرها من أشكال الكراهية والتعصب الديني. أود أن أؤكد أنه في وقت تتزايد فيه النزاعات التي تؤجج التوترات السياسية، يجب أن نتذكر أن هذه التوترات لا تبرر أبدا التعبيرات عن الكراهية القائمة على الهوية. الكراهية تجلب أسوأ ما في البشر من دوافع، إنها هي مسؤوليتنا جميعا أن نقف ونتصدى لجميع أشكال الكراهية. هذه القيم العالمية والإنسانية متجذرة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكن في كثير من الأحيان لا تفي بعض الدول بالتعهد الذي قطعته بموجب الميثاق والذي جاء في نصه. نحن شعوب الأمم المتحدة عازمون على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت أحزانا لا توصف للبشرية بشكل تكرر مرتين وشهدناه في حياتنا. تؤكد الأمم المتحدة أنها تقف على الحياد من جميع الأديان، لكنها مع ذلك أداة إيمان، وكذلك فيها مستوحى مما يوحد ولله مما يفرق الأديان العظيمة في العالم. كلنا نعلم جيدا أن كل دين عظيم يستدعي ضرورة الأخوة البشرية والاحترام المتبادل والفهم. هذه القيم العالمية تحرك ميثاق الأمم المتحدة وهي في صميم عملنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى التأكد من أن كل مجتمع يشعر بالاحترام في هويته الفريدة، بينما يشعر بالقيمة كجزء لا يتجزأ من المجتمع ككل. ونحن بحاجة إلى الاعتراف بالتنوع كثيرا عن جميع المجتمعات وليس كتهديد. لابد أن نعترف أن الكراهية تتجذر في تربية الجهل والخوف. هنا يأتي دور التعليم عن القيم العالمية وحقوق الإنسان. هذا بدوره يتطلب العمل والتعاون بيننا جميعنا، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والحكومات والقادة الدينيين والفاعلين الدينيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب. الحقيقة أننا نرى أمثلة عن التطرف والتعصب في جميع المجتمعات وبين جميع الأديان اليوم. لدى الفاعلين الدينيين والمؤسسات الدينية دور في منع استغلال الكراهية وتسليح الدين. يجب عليهم استخدام صوتهم الأخلاقي لدعوة إلى التعاطف واحترام الآخر بغض النظر عن إيمانه أو عرقيته أو جنسه. في هذا السياق أحيي العمل القيم الذي أنجزته دار الإفتاء المصرية في مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة والخطاب المستقطب، كما يتطلع تحالف الأمم المتحدة للحضارات إلى تعزيز تعاوننا وشراكتنا بتوقيع مذكرة تفاهم في وقت لاحق اليوم. أصحاب السمو والضيوف الكرام، أحد الأسئلة الأخلاقية التي نواجهها غالبا خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي هو أين نرسم الخط الفاصل بين حرية التعبير كحق إنساني أساسي واحترام الأديان والكتب المقدسة والرموز الدينية. أود أن أؤكد مجددا أن ممارسة حرية الرأي والتعبير متأصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه فإن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل معها واجبات ومسؤوليات، خاصة وفق المادة 19 من الميثاق العالمي الخاص بالحقوق الإنسانية. أن الجهاجمات على دور العبادة، الممارسات التي تظهر الازدراء للكتب أو الرموز الدينية التي يقدسها المؤمنون، غالبا ما تكون نتيجة لتصورات خاطئة وتمييز متغلغل. هذه التعبيرات غير المحترمة تزرع الكراهية وقد تثير العنف في المجتمع. أصحاب الفضيلة، الضيوف الكرام، إن الفرص تولد من رحم التحديات.
دعونا نغتنم الفرصة لنقف جميعا أو هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها عالمنا لتجديد التزامنا بالوقوف معا كأسرة إنسانية واحدة. دعونا نذكر أنفسنا أنه باسم الإنسانية أننا أغنياء بتنوعنا، متساوون في الكرامة والحقوق، متحدون في التضامن. شكرا جزيلا لكم. الحضور الكريم، في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي التاسع